ايفو بلش ايفو. اوكي ضبطنا الجهازين وهي شوكم يا شباب. تمام. طبعا البحريني اللي لعب مورتال كومبات تكن ماستر فاز تكن ماستر من اخر شيء مركز الثاني مورتال كومبات صح؟ قعد اشتغل مارفل قعد تكن ماستر بحريني وصل نهائيات من هنا مورتال كومبات ما اعرف اسمه هذا سيد هاشم والله ما اعرف اسمه سيد هاشم والله يمكن ما اعرف اسمه ما اعتقد هو ايش لا يلعب سونيك فوكس اول مره بحياتي اشوفه شوي ويبكي كان قاعد يهتز ميت من الخوف يعني وصل لانه قط كبوسه وهذا كان ما يقط كبوسه لو شنو قطه بس خلاص سونيك فوكس عاد يلعب سونيك فوكس اللي يلعب يطق الكل 3-0 لين وصل للنهائي وصل لاخر مباراه قام يعرق اي الظاهر انه ما كان بينقي ايليان بس اخر شيء ايليان شكله بروكن وايد نقاو اخر مباراه كانت عاد وان سايد بس نهائي البحرين كفخهم كفو والله كفو شيء شي قوي شيء وايد قوي عيالنا ايها يجونا ها عيل ايه خليجك مو واحد اكيد ايه اوكي يا باي بعد والله والنعم اكيد هذا العشم الحين مارفل يعني لا بيبي. لا احنا البحرين طلع يعني مكس داني على العالم لا يعني مو اوكي حسوي صاب لوزر براكت وباتشر نهايات لا خلصهم الحين كيلر انستنكت لعبوا وخلصوا جارجوس اللي فاز يلعب جارجوس اوربتر والله شخصيه جديده خايسه شنو هذا رئيس الجزء الاول ايدول رئيس الجزء الاول مسوين شكله هني غير وجهه مكسوم بالنص و يعني هو كان شخصية خايسة بس يعني الحين ردوه الظاهر معطينا ميكانيك وشخصية عملاقة فما خلينا نشوف شنو سالفته المفروض إن الحين قاعد يعرضون شلون يعني خواص الشخصية شنو عندها يعرضون الحين المفروض إيه ساجام وذا كيتس قاعدين يعرضون اللعبة شو اسمه المهم شو عندنا اليوم اليوم عندنا صدى الألعاب راح نتكلم عن فريق اللي الموسيقي اللي كانوا بإي إيه إلكترونيك آرتس وتفرعوا بعدين طلعوا وراحوا وسووا اشياء مختلفه بالعاب مختلفه اوه هذا بولي جيمان زين شو اسمه ونسمع الموسيقات من هالفريق هذا شو اسم الفريق حسين ما له اسم صح ما له اسم يعني بس ان الفريق اللي اشتغل يلحن حق العاب اي اي يعني ايام قبل ما يبلش اللايسنس يعني بعدين يعني قبل نيد فور سبيد ما كانت كل اغاني ايه سان تراك ناس يسوون بعدين طلعوا الفريق منهم راح سوى اشتغل على جواكاميلي فريق على انريل وفريق على هم افراد اكثر اي افراد اي اي يعني اللي يعني بس واحد تقدر تقول عنه فريق لانه هو مرتين بس اي فريق خلينا نقول يعني توزعوا وقاموا يشتغلون على مشاريع مختلفه برا اي اي فاحنا قاعدين يعني حلقاتنا راح تكون عن الافراد هذول اللي اشتغلوا اكثر باي اي شلون سووا يعني خلال الفتره روم دي بريسكو ومنو بعد حسين احسن شيء بالصيف جيف فالدي ايه رطب عطنا انت قاعدين ماش قاعد تسوي انا قاعد اكل مو ذاك الزود مع رطب ليش؟ غلطان كم رطب؟ خلال تمر بس يعني هذا الحين تفاح وذاك عرموط نفسه لا اكيد نفسه هذا بس ما استطعمه زيتين هذا اسمه لا عاد الاسامي عاد التمر انا كلش محمد بالكويت ما كل له واحد باللغه العربيه شنو اسمه نسميه خلال غير خلال خلال شنو خلال والله شو تكتب خلال هذا هو الخلال عطنا خلال تكتبه غير بس النطق غير باللغة العربية يعني شركة رايح حق ياباني قايل له تشيز كيك لازم تقول له اياها تشيز وكيكي لا هذا خلال مو خلال الله يهداك شنو اسمه باللغة العربية؟ لا عاد اللغة العربية ما ادري بلح صح والله انك كبير شوف شلون طايح من عينه انا اقول وقت ما اتوقع انه راح يصير منو قال انه اسمه بلح؟ ما ادري صدق بلح هو طبعا الدارك The more you know تمر اي شي قزقزة لازم بعيد طبعا حياكم الله ودنا نعزمكم بس اي والله مشكلة شي قوي والله هاي كواليتي لا انا نحي سمابي انا بس انا اكل يعقوب شنو هذا انترنت عندك صار تعيس بعد انا مو ساكن هني خلاص
مو مسؤول انا عن الانترنت مو مهم مو مسؤول عن الانترنت البيت الحين غير مهم الكلب اول ما طلع في فايبر حط لا 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 الحين فايبر مودم بس بشقتي الحين حط 4G اسرع من فايبر مالي منطقتنا الحين انا مساكن بغرب مشرف خويا يمك انا يارك للحين ما طلع نتمشى ما شنو قاعد ثينكينج اباوت وات يعني انت قاعد تفكر كورتانا شرب من يسطار ما منو قاعد كورتانا يعقوب يسمع صوت يعقوب تعجب تسمع صوتي تقول لي ها انت موجود الله من زمان عنك يعقوب هذا كنت تحب ماس افكت اوكي ما تهيلو ما تهيلو ما يلا خلنا نبدا يلا راح نبدا بعد ما نخلص الجيم.